اكو فلاح مصري ودى ابنه للمستشفى. طبوا على الطبيب، قال له ابني مريض. قال له ايش بيه ابنك؟ قال له بولته صفرة. قال له يعني بولته صفرة مريض؟ قال له اي مريض. قال له عاد انت بولتك شلونها؟ قال له انا بولتي حمرة. فايش قال له الابن؟ قال له دكتور بالمدرسة كل التلاميذ بولتهم حمرة بس انا صفرة فاني مريض. هذا الطبيب انتبه، قام بلغ مدير المستشفى. قال له هذا هيك يقول. طلعت لجنة للمستشفى فحصتهم، طلعوا التلاميذ كلهم بهم بالهارزية. أخاطب الدولة العراقية، المتقاعدين العراقيين بولتهم صفرة وهم أنظف منكم، أنتوا اللي بولتكم حمراء، كلكم مرضى أنتوا. هي الكناية مفهومة، ما نقولها بالتصريح، نقولها بالتلميح. كافي دجل، كافي كذب، كافي وكافي وكافي. المتقاعد أنظف منكم، أبسط متقاعد هسه بالعراق ما أخذ رشوة بحياته. أنتوا 20 سنة بنيتوا مولات، اعطيني متقاعد عراقي عنده بيت، مو مول، بيت عنده بيت. هذا الرجل خدمته 30 سنة، إحجاره ما يملك بالعراق. هذا أبو سعد 30 سنة خدمته، إحجاره ما يملك. إحنا ما نريد منكم إحجار، يا أسوأ إجار. شو وقت تريد لحظة يقظة من ضمير من عندكم؟ بس لحظة، لحظة بمجلس النواب، مجلس الوزراء، وزارة المالية، يعني شو وقت المتقاعد شو وقت تطوع حقه؟ 40 مليون نسمة انتوا ظالميها. ماذا ستقولون لربكم يوم القيامة؟ هسه ما نحكي هنا بالشعب والثورات. باكر اكو حساب. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هاي آية قرآنية. هاي حكيت قريتها المسؤول بالدولة العراقية راد يبكي بالتسعينات. قريتها آية قرآنية قريتها راد يبكي. انتوا القرآن كله ما يبكيكم. ما يبكيكم القرآن كله ما يبكيكم. ليش؟ لأن ربيتوا بأزبال مو أفريقيا، يا ريت أفريقيا، أفريقيا نظيفة. ربيتوا بأزبال أمريكا، ولذلك اعطتكم هاي المناصب العالية. ليش ما يعطوها لأبو سعد؟ ليش ما يعطوها لأخ هنانة؟ ليش ما يعطوها لأخ؟ ليش ما يعطوها لأبو سعد؟ ما لكم مناصب انتم بشارع المتنبي. هذا مو شارع المتنبي، هذا شارع النظافة. ولذلك لا يدخل إليه السياسي القذر.